السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا هذه ماكينة الخياطة ميديو، سمحوا لي الفيديو كيترعد لان التريبي ما عرفتش فين حطيتها، راه جيت غير تصور هكا قبل. تقريبا فيها ماكينه مازال، شوف بونيطة يعني مازال جديده، لا قلتي جديده راه جديده نقيه، فهمتي؟ ماكينه كتشعل تبارك الله. فيها 21 20 زواقه ولا 21 نحسبوا لكم دابا النيس، 20 زواقه ولا 21 زواق متقون. مدين ماكينه برانيه، نشوفوا غير الصنع ديالها واش كاتبين هنا ولا ما كاتش. المانيا ندير هنا نشوف اس ان جيرماني ميديوم. ماكينه شوف الا قلتي ماكينه دوريجين برا، ماكينه دوريجين ديال برا هي هذه كما كتشوفوا الماكينه على هذا الشكل. هذا عندنا هنا التعراض ديال الزكزاك، الزواقات كلهم سهله الخدمه ديالها سهله. اللي كتدير الخياطه وتجيبها هنا حتى كتكون الا عين هكا عاد تكون هذه خدامه. اللي كيجي معها هانتوما باش نحل هذا، هانتوما كيتحل بهذه الطريقه هذه، راه يد وحده قابطه التليفون ويد كتصور باش المهم نوريكم بعدا. انا نولي ردة عندنا بواطه كانت حديد، الصبابط اللي كيجيو معنا نوريكم دابا. اضاءه كتشتغل تبارك الله، ماكينه كما قلت لكم جديده تعمرت الخيط، الشنطه مي كتهز، الكاكر الخيوط الصغار فين كيدار فين كيتحطوا، العمار من تنبغيو نعمروه تردوا لهاد النقيشه هذه لهاد الجهه هذه كتولي غير بحال هاد الشكل. هذا نتوما نشعلوها، هي شايله انا نشعلها، ها الزر تشغل، ها نتوما بحال هكا شوف تدور غير هذا اللي غيعمر، ها هو ما تدورش الماكينه حتى نبغيو نخدموا الماكينه. ديك الساعه تنقيسوا هاد النقشه هذه تردوها لهنا بهاد الطريقه هذه، صافي كتولي خدامه الماكينه. هي باش ما نطولش عليكم. الظهر ديالها بالنسبه ما غنديرلهاش مراجعه لان مازال ما ساليتلهاش، انا نحطها الثمن ديالها كدير 700 درهم، دايره 700 درهم وثمن واعر، راه دخلوا تشوفوا جديد، راه غتشوفوا 1700 درهم كاينه في الثمن ديالها جديده. هذه نركبها هكا باش نحل قدامكم، ها هي غادي نحل هنا. عندنا هاد الخطاطيه هذه فين كتحط هنا الكانيطات وداك الشيء اللي عندك، كيجي معاها هذا ديال العيون تبارك الله بحال داك الشيء ديال البوطونير، كيجي معاها هاد اللعيبه هذه انا راه مازال ما عرفتهاش ديالاش، هذا جيد يعني الا كنتي باغي تمشي الثوب يمشي في واحد العبار معين كتركبو، ها هو كتركبو بهاد الطريقه هذه، ها هو بلاصتو، ها هي الثقب ديالو، وكتفكسي على المسافه اللي انت باغي الثوب ما يفوتهاش. وعندنا هاد الصباط هذا اللي هو نصف صباط، اما يمني اما يسري، انت كتركب على حساب اما تجيبو فهاد النقشه واما غتجيبو فهاد النقشه باش تخدم البلاصه اللي انت بغيتي. هادشي اللي تجي معاها. الزواق اللي تيجي معاها، سمحوا لي راه الا خشيت شي حاجه راني ما عنديش التريبي اللي غادي يشد. الزواق اللي تيجي معاها انتما شوف، ها هو الزواق نحسبوه دابا، الانواع الخياطه باش ما ندوش تبارك الله. والخدمه شوف، والخدمه متقونه لواحد الدرجه ما تصورش. الخياطه عندنا واحد، هذا هذا الزيكزاك جوج، يمكن يكون رقيق على هكا وعريض، غير انا شوفوا درت كل حاجه درت لها واحد النوع، اما هادشي كله نتوما كتلعبوا فيه، اما ترقوا اما تعرضوا اللي بغيتوا. واحد جوج، هذا بحال الزيكزاك هو تيخيط تيخيط ثلاثه، هذه اربعه، هذه بحال ديك اللعيبات ديال العمليه انا نقرب لكم هنا باش نصفي، هذه خمسه سته، هذا الزيكزاك مدوبل سته، هذه بحال التعقيدات سبعه ثمانيه تسعه عشره 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، الله يوم 21 غنعاود 21 هي العيون، ها هما والعيون البوطونير. هادو الزواقات اللي فيها، نخليهم لكم هكا باش تشوفوهم مزيان. الخدمه تبارك الله راه متقونه، هادو راه غير خياط هكا، ها نتوما راه ديفيلي تخدمو، راهم ديفيلي تخدمو قبل منهم تخدم هاد الشيء هذا، ها هو تيستي الطرف يعني قبل منهم ما حبساتش الماكينه تبارك الله، لا الخدمه مخيره ما كاين لا مشاكل لا حتى حاجه. وقبل منه وفين ما نبغي نحط شي زواقه حتى كنتيستيها هنا في الطرف، في الطرف هذا عاد تنخيطها. الا لاحظتوا هنا راني مشيت ماشي جهه عريضه وجهه رقيقه، لا حتى تيستيت هنا وحطيت الزواقه اللي انا باغيت نشوفها هنا عاد خدمتها هنايا. الثمن ديالها كما قلت لكم راه دايره 700 درهم. اي مدينه بغيتي نصيفطك نصيفطك، تقريبا الشحن راه 100 درهم ديالها ديال الشحن. ماكينه مازال نقيه جديده، اللي بغاها يتصل على هذا الرقم هذا. وميديو المانيا تبارك الله ماكينه واعره، دخلوا تشوفوا الثمن ديالها راه 1800 حتى 2000 درهم غتلقاو، راه غير ديال الشين واعرين كيديروا 1500 درهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.